مرض السل بقر، فليتفضل أحد النواب لطرح السؤال. شكون اللي طرح السؤال؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى وصحبه. سيد الرئيس المحترم، السادة الوزراء، إخواني أخواتي النواب المحترمين، تحية طيبة. السؤال ديال الفريق نتاعي موجه إلى سي الوزير. كنشوفوا في واحد التصريح ديال وزارة الفلاحة فيما يخص أمراض الأبقار، وحطينا سؤال الأمراض اللي كانت ديال البرارج وديال الدجاج وديال غطات كاع العالم ومشاكل العالم وتدخل ليكوبتير وتدخل كل شيء، وهذه الأمراض اللي هي تقريبا مغطاة في المنطقة كل شيء، وهذا الشيء كنعرفوه كيعرفوا السي الوزير، ديال الأمراض ديال السل ديال الأبقار واللي كتبت عليه بعض الجرائد، وكانت مشاكل بالنسبة للتسويق ديال الحليب في بعض المناطق. بغينا سيد الوزير باش يعطينا التدابير. حنا كنعرفوا هاد الامراض هذه على الصعيد الوطني وعلى الصعيد العالمي، وعرفنا حتى الاسباب ديالها منين جات. المصائب اللي كتجي دائما كتجي من الجزائر. سنة السؤال، شكرا. تفضل سيد الوزير الجواب على السؤال. شكرا سيد الرئيس، شكرا سيد نائب المحترم. فاعتقد ان هذا السؤال فعلا طرح علي عدة مرات، وأقولها بكل صراحة. المرض سل البقر من الأمراض التي اختار المغرب، إنه اختياري، اختار المغرب أن تدخل من ضمن الأمراض المصرح بها لمنظمات الأوبئة الدولية. لماذا اختار؟ لأن فعلا هذه المنظمة هي التي تقر إذا كان بلد ما خالي من هذا المرض ام غير خالي. اذا انت خصك يكون تصريح هو الاول. ثانيا، ليكون بلد خاليا من مرض سل البقر حسب مقاييس هذه المنظمه، يجب ان تكون نسبه الابقار الصحيحه الغير يعني مقيوسه بهذا المرض يفوق 99.8% لمده 3 سنوات. هذا اللي تيفسر لنا واحد العدد ديال الدول بما فيها الغربيه بما فيها المتقدمه، يعني ولو انها لم تكن خاليه 100% فيها امراض، ولكن عندنا احنا اكثر. فقمنا تبعا لهذه الاجراءات باحصاء في سنة 2003-2004 على عينات من الأبقار المغربية وعن كذلك الحواضر، ووجدنا أن هناك نسبة 18% ديال الأبقار المغربية التي فيها هذا المرض. بالطبع استخلصنا من النتائج هذا الإحصاء مع منظمات الزراعة الدولية ومنظمات دولية أخرى استراتيجية تقوم اولا على متابعه ومعرفه ما هي القطعان التي هي مصابه بهذا المرض، ما هم الحواضر التي يجب ان تقفل او ان تصحح، وكذلك اقر القانون المغربي بتعويض الحيوانات المصابه التي نطلب باتلافها. وبدأنا هذه السنة أي في آخر سنة 2005 بداية هذه السنة بعملية نموذجية تشاركية في جهة سوس ماسا بين المكتب الاستثمار الفلاحي وتعاونية كوباغ وكذلك مع الوزارة والبياطرة الخواص لتتبع أو لفحص جميع الحواضر اللي تتربي هذه الأبقار وكذلك لتطهير هذه الحواضر. فأعتقد أن هذه العملية الآن تسير سيرا عاديا وستعمم على باقي مناطق المملكة، وشكرا. شكرا. إذا كان هناك تعقيب السيد النائب. شكرا السيد الوزير. حقيقة أهل مكة ضرب بشعبها، احنا كنعرفوا هذا الشيء وكفلاحة وعايشينه. المشكل اللي كاين هو مشكل ديال التعويضات وديال التدابير. إلو كون حنا الوزارة قامت بواحد العمل وعوضت الفلاح، حيت الفلاح ملي تبغي تذبح واحد البقرة
كيدير لا فيزيت الكوري كامل، وملي كيبانو دوك جوج ديال البقرات كيمشوا للقرنا يتنباعوا بواحد الثمن. هذاك الثمن الوزاره ما عندهاش امكانيات باش تعوضوا. اللي اضطر الفلاح واخا عنده هذاك مرض السل ما كيصرحش به. ثانيا بعد كاع تمشي هاد البقره تمشي للقرنا ملي كيسميتو كيكونوا دوك تقنيين. دابا هذا خصو يتعتر الاختصاص ديال البيطريين اللي هما اختصاصيين. واش دقر عليا ولا اذا فيما يخص هذاك الشيء سيد الوزير، حنا في كوباك اتفقت مع الوزاره وسنا واحد الاتفاقيه مع البيطريين، دايرين واحد الحمله ولكن دايرينها باش كوباك يخلصوا هذوك التعويضات قبل. والناس دابا 10000 درميه اللي كاينه للتعويض، البقره كتجيبها من الخارج بمليون و500 مليون و600 جوج الملايين، ولكن في التعويض ديالها تكون عامره ولا تكون حامله كتخلص بهذاك الثمن. هذاك الثمن دابا 10000 درهم ما كافيه شيء، كيطلبوا تعويض بالنسبه لهذاك البقر. ولا تحزمنا ليه هو راه غادي يمشي على قداش، هو راه مضر مضر. دابا الحليب، الحليب هذا راه كيتنقل حتى هو بحال هذاك الشيء ديال الطيور. الا جاب الله واحد الحليب اللي ما دازش في 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 ديغري 80 ديغري ويطيب ويتصفى، شكرا. واحد الدري ولا واحد الراجل، شكرا سيد النائب، يمكن يتصاوب. شكرا، ديك الساعات كان خاسر الكونتور والزهر ديالي انا تصوب. شكرا شكرا.